السلام عليكم. قال الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة الصاعقة في بنغازي ميلود الزوي إن القوات التابعة لعملية الكرامة تمكنت من السيطرة على مصنع الإسمنت والمقبرة المجاورة له بالكامل. وأضاف الزوي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن قواتهم تنتشر حاليا في جزيرة مصنع الإسمنت، مشيرا إلى استمرار الاشتباكات على خلفية تقدم قوات الكرامة باتجاه منطقة الجوارشا حسب قولها. كما أكد الزوي سيطرة قوات الكرامة على جامعة بنغازي ومعسكر جاريون السابق التابع لمجلس شورى ثوار بنغازي حسب قوله. وأضاف الزوي لقناة ليبيا لكل الأحرار أن الاشتباكات التي رافقت دخول قوات الكرامة للجامعة أسفرت عن وقوع 5 جرحى في صفوفهم، حيث تم نقلهم لمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث. وفي درنا أفاد مصدر في مجلس شورى مجاهدي درنا اندلاع معارك عنيفة بين المجلس والقوات المساندة له من طبرق والبيضة من جهة وعناصر ما يعرف بتنظيم الدولة من جهة أخرى في محور الحيلة. وأشار المصدر إلى تقدم سريع أو تقدم سرية الدبابات التابعة للمجلس في طريق الكرفات السبع المطل على منطقة باب طبرق، منوها إلى استهداف مدفعية المجلس تمركزات التنظيم في منطقة الفتايح. وأوضح المصدر أن قوات المجلس استهدفت مواقع التنظيم في أعلى الجبل المطل على منطقة الساحل الشرقي بالقذائف، مشيرا إلى احتراق سيارة تحمل سلاح دوشكا تابعة لما يعرف بتنظيم الدولة في أعلى الجبل. إذا نناقش مشاهدين هذه التطورات وأبعادها مع ضيوفنا عبر سكايب من طرابلس الإعلامي عبد الحميد الأحصادي، وعبر الهاتف من مصراتة المحلل السياسي أحمد الرواتي، وعبر الهاتف من طرابلس أحد ثوار مدينة بنغازي زياد بلعم. وأبدأ معك سيد بلعم، قوات الكرامة سيطرت على جامعة بنغازي ومعسكر جاريونس، كيف يمكن أن تسمى هذه السيطرة، وهل تنهي أو تحسم المعارك في بنغازي برأيك؟ أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الأيام بالذات يدفع بكل قوته هذا الخرف تفسر للسيطرة على بنغازي حتى يكون له قدم على الأرض ويكون أمر واقع، ويحاول أن يظهر أو يكون له في المشهد السياسي من هذا التقدم. يتزامن هذا التقدم وهذا التحشيد الكبير في نفس الوقت الذي تحاول طبرق، برلمان طبرق، أن يعطي الشرعية للحكومة التي أتت بعد هذه المفاوضات حتى يكون له مشهد. ورأينا بالأمس قريب عندما رجع العقيد مهدي برا في طبرق محاولة استقطاب من قوات حفتر لأنه يرى نفسه خارج هذا المشهد. طيب سيد بلعم، يعني أعود إلى جزئية يعني حسم المعارك في بنغازي، هل تتوقع أنه سيكون قريب في ظل هذه التطورات؟ نحن لا يهمنا بالكثير موضوع حسم المعارك في بنغازي على الأرض أكثر مما يهمنا. أكثر شيء الذي أريد أن أوصله إلى جميع الليبيين، الآن هناك 200 عائلة محاصرة داخل منطقة جوارشا ومنطقة كنفوزة، وللعلم يسمعنا جميع الليبيين أن حفصر أبى أن تخرج هذه العائلات إلا عن طريقة، واشترط أن يحقق معهم كلهم في طريق الخروج. وهذه لا. العائلات فيها نساء وعجائز وصغار سن، ووضعهم مأساوي وهم في مرمى النار من فوقهم الطائرات والقنابل ومن تحتهم القذائف والرصاص، واضح. وجميع الليبيين ينظرون ومقصوفين الأيدي ولا يريد أحد أن يمد. طيب نعم، واضح سيد بلعم. ونعود إلى أكثر تفاصيل حول كل هذه التطورات بعد قليل. قبل ذلك سيد الأحصادي، ماذا عن درنا؟ يعني حصلت هناك تطورات جديدة، إلى ماذا تشير، خاصة أن قوات ما يعرف بتنظيم الدولة انتقلت من مدافع إلى مهاجم أمس في الحيلة، رغم أنها فقدت بعد ذلك الكروفات السبع؟ نعم، تحية لك وتحية لضيوفك الكرام. الحقيقة يعني ما يحدث في مدينة درنا في هذه الأيام هو تصعيد ليس بالبعيد عن ما يحدث في مدينة بنغازي،
هي يعني محاولات من عملية الكرامة أو من قائدها الفاشل الخاسر خليفة حفتر في التصعيد في درنة وفي بنغازي. ما يحدث في مدينة درنة من حصار للمدينة وقطع الطريق على المجاهدين في منطقة الفتايح والفصل بين مدينة درنة وعزلها عن محيطها في المنطقة الشرقية، بوابة وادي بوضحاك الآن ما يقارب الأسبوع وهي مغلقة، لا يستطيع الثوار أن يتزود بالأسلحة أو بالمعدات أو بالمؤن إلى منطقة الفتايح. حاولت بعض يعني من يتبعون عملية الكرامة في عيمارة أو في المناطق المجاورة لمدينة درنة بقفل هذه الطريق لكي يعني يجعلوا مجلس شورى مجاهدي درنة وثوار المدينة في وجها لوجه مقابلة لتنظيم الدولة، هم يحاصرونهم حتى يتم القضاء عليهم. الحقيقة يعني هذه التصرفات تجعلنا في مكان من الاستغراب ومن الاستهجان والاستنكار لما يقوم به أبناء جلدتنا والمناطق المجاورة التي تجمعنا بها يعني صلة الرحم وصلة النسب وقرابة. واضح سيد الأحسادي. نعم، أعود معك بعد قليل طبعا لنناقش الموضوع أكثر. وسيد روايتي، كيف تقرأ تطور الأحداث الميدانية وتقدم قوات الكرامة في المحور الغربي ببنغازي، وهل يتجه الوضع العسكري للحسم في انتظار الوضع الاقتصادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكرك على الاستضافة ورحب بك وبضيوفك الكرام. أولا لابد أن أقول بعيدا عن قناعتي الشخصية بالأطراف المتصارعة داخل بنغازي، أقول الآتي: حفتر وضغوطاته التي يقوم بها بين الحين والآخر ودائما مع قرب أي مشروع سياسي أو قرب حسم أي مشروع سياسي يقوم بهذه الحملة القوية لمحاولة تغيير الأوراق ولمحاولة إعطاء ممثليه في البرلمان من يعرقلون جلسات البرلمان أوراق يمكنهم من خلالها الضغط لإفشال أي جلسة، لأنه يسعى أنا شخصيا في قناعتي حفتر ليس أكثر من مشروع قيام دكتاتوري جديد. ولكن لنكون واقعيين أكثر، ما يحصل في بنغازي على أهل بنغازي، على ثوار ما يعرف في بنغازي، على الموجودين هناك، وأقصد بالتحديد ما يعرف بأنصار الشريعة، على أنصار الشريعة فعليا أن يتنصلوا من بعض الملتحم معهم هناك مما يعرف بداعش. داعش لم تعد تخفى على أحد، نحن نعرف أنه التحام مصلحة، ولكن رأينا أنصار الشريعة في درنة انقلبوا، وانقلاب كان حاسم على ما يعرف بأنصار الشريعة وحققوا انتصارات كبيرة، ولعل ما يعرقلهم في إنهاء مشروع عند القضاء على داعش في درنة هو حفتر في حد ذاته، لأن مشروع حفتر مشروع دكتاتوري. لذلك يا أنصار الشريعة، يا ثوار بنغازي ممن تحملون توجهات ذات بعد إسلامي كيفما كان نوعها، تنصلوا من هذا الفكر وابدأوا في مشروع سياسي يمكن أن يتحدث باسمكم للوصول إلى حلول. الكل يعرف أن ما يعرف بأنصار الشريعة هي تيار سياسي ذو أبعاد أو خلفية دينية، ولكنه ليس عابر للحدود في أعضائه، ربما كانت عابر الحدود في أيديولوجياته ولكنه ليس عابر في الحدود لأعضائه، ولذلك فجميع مجموعاته هم من الليبيين من أهل البلاد، أي من مدينة بنغازي أو من مدينة درنة. ولكن ربما في فترة زمنية معينة اختلط عليهم الحابل بالنابل وفقا للفكر والتوجهات أو الوصول والقواعد الدينية لديننا الحنيف. هذه الإشكالية سببت لهم اختلاط وأعطت العذر للكثيرين لأن يلتحموا حتى مع حق لمحاربتهم. نعم، واضح سيد روايتي، ويعني أنقل مباشرة ما قلت سؤالك وملاحظاتك إلى سيد بلعم للإجابة عنها. وسيد بلعم، يعني في سياق مقالة سيد روايتي خاصة في نقطة التنصل من داعش ويعني من بقية التنظيمات الأخرى، كيف يمكن أن تجيب على هذا وعلى كل مقالة؟ نعم، أولا أنا لست هنا لنقاش أو لجدال في من هم في بنغازي سواء داعش ولا أنصار أو ثوار. الآن أنا ما دخلت إلا لتوصيل رسالة إلى جميع الليبيين، هناك 200 عائلة محاصرة، وبالفصيح إننا نخشى على أعراضهم، إننا نخشى على أعراضهم ونخشى على إفادة لهؤلاء الناس. فإذا كان هناك عقلاء في ليبيا من مشاعر قبائل أو من ناس لديهم نخوة ومروءة يسعوا في إخراج هؤلاء الناس، لأن المجتمع الدولي قد تنصل
ولن يخرجهم الا عن طريق حفتر، وحفتر وضع الشرط الوحيد لاخراجهم هو ان يدخلهم السجون، فاذا كان هناك اناس يخشون على اعراض الليبيين وعلى نسائهم فعليهم ان يبادروا باخراج هذه العائلات. اما الان يفصل هؤلاء انصار شريعه ام هم دواعش او هم ثوار، فمن هم في بنغازي؟ ذهبوا الى بنغازي عن طريق جرافات من اللوح صنعت لاصطياد الاسماك، ذهبوا بها واختاروا طريقهم، وهم لن يخرجوا من بنغازي اما ان يموتوا او ينتصروا. ولا يريد الخروج من بنغازي، لكن المهم هو خروج هذه العائلات من مدينه بنغازي. طيب ابقى معك السيد بلعم، وبرايك ما الذي مكن قوات حفتر من التقدم او التفوق في هذا الوقت؟ هو حفتر جاء بجميع ما لديه من قوه، في بنغازي الان يوجد مرتزقه، وفي خليج الضمه يوجد اكثر من 2000 عضو من تشاد ومن السودان حركة المساواة، ويوجد بومبا يعد في قوة كبيرة داخل ليبيا للسيطرة عليها كما فعل السيادة ومن قبل واضح. جاء بمرتزقة وجاء باللواء المعدد وجاء ببقايا النظام السابق، ورأينا الطيب الصافي أحد رموز الثورة القذافي. نعم سيد بلعم. المهزوم قد دخل تبرق ودخل المرج، وهذا هو السيناريو. واضح واضح. وسيد الحصادي، الوصول إلى الكروفات السبع، هل يمكننا الآن القول بأن الأمر في درنا قريب من الحسم؟ نعم الحقيقة يعني في هذه اليومين هذين يعني لاحظنا يعني تكثيف الاشتباكات في محور الحيلة ومن قبل الدواعش وتنظيم الدولة في منطقة الفتايح. بالمقابل الثوار استطاعوا أن يتقدموا في محور الكفرات السبع وأن يحققوا المكاسب. أهل المدينة بأكملها استطاعوا أن يتقدموا من خلال يعني الكفرات السبع، واستطاعوا بإذن الله أن يحققوا نقاط وتمركزات جديدة لمحاصرة بقايا تنظيم الدولة في منطقة الكورفات ومنطقة الحيلة. الآن يجمع الثوار والقوى المشتركة هناك يعني قواهم لكي يستردوا بعض النقاط التي خسرها المجلس يوم أمس ويوم أول أمس. الحقيقة بإذن الله يعني مع تكاثف الجهود والأهالي الآن يعني الاشتباكات هذه من أقوى الاشتباكات التي يعني شهدتها المدينة ومحاور الاشتباك في مدينة درنا منذ انطلاق يعني عملية تحرير المدينة من أو حربها على تنظيم الدولة منذ ما يقارب 10 أشهر أو ما يقارب السنة. الحقيقة يعني أيضا محاصرة درنا من قبل أتباع عملية الكرامة من المناطق المجاورة جعل الثوار وأهالي المدينة بأن يهبوا هبة رجل واحد لكي يشتتوا هذا التنظيم الذي قوت شوكته، وبمساعدة بعض الأطراف من خارج مدينة درنا من المناطق المجاورة لكي يعني يمدوا هذا التنظيم بالسلاح. اليوم وجدنا عملية أتت من وادي الضحاك اللي كان اليومين له كم 4 أيام أو أسبوع مقفل، أتت منه مدرعة انفجرت في الشباب وسقط على إثرها بعض الشهداء. الحقيقة إذا تحدثنا أيضا على 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 السيناريو في بنغازي ومدينة درنا، وكما تحدث ضيفك بأن لابد من ثوار مدينة بنغازي أن يعني يقومون باستنساخ ما حدث في مدينة درنا، أقول أن حفتر للأسف الشديد لا يفرق ما بين ثوار وما بين داعش. حفتر يجمع الجميع في بوتقة واحدة. سيناريو في مدينة درنا كنا نعتقد بأن المناطق و يعني في هذا جميع في هذا ثوار سياق مدينة درنا، وللأسف الشديد رواياتي في سياق كل هذه التطورات، وتحدثت قبل قليل عن الربط بين التطورات الميدانية والأحداث السياسية في البلاد، فهل يعني هذا أنها ستؤثر أو أن هذه الأحداث ستؤثر في عملية التصويت على حكومة الوفاق اليوم في تبرق؟ لم نسمح لعقدة أم لم تعقد حصل فيها. الواقع يقول أن الارتباط ما بين عمليات حفتر والانفصاليين الفيدراليين في المنطقة الشرقية عبر مشروع واحد، وإن اختلفوا في تصريحاتهم العلنية كما قال
حفتر في تصريحه الأخير أنه يرفض الانفصال كليم على آخر وأنه يتكلم على ليبيا بصفة عامة، والطرف الآخر الممثل لدغيم والسيد جهان وغيره من السيد نصية وغيره من الأشخاص من المنطقة الشرقية يتكلمون على مشروع برقة، ولكن اتحاد المصالح الآن يجعلهم يضعون جميع التيارات الأخرى الخارجة عن فكرهم، وهنا كما قال ضيفك الحصادي أنهم جملوا جميع محملة السلاح في بوتقة أو في سلة واحدة. هنا أريد أن أجيب على أو تابعت رسالة للسيد بلعم ربما ترسل من الإجابة وأنا لا ألومه في ذلك، كون الواقع لا يسمح بهذه التصريحات أو هذا الحديث، ولكن أنا كمحلل سياسي لابد أن أقول وأنصح يا سيد بلعم عليك أن تفكك هذه السلة لحفتر، عليك أن تدخل إلى مشروع سياسي لإنقاذ نفسك، خاصة أن الجبهات الفعلية تقول أنكم أنتم من يتراجع وحفتر من يتقدم، ورغم أنه إلى الآن لم يحسم حفتر الموضوع، ولكن هذا المشروع لحفتر سيوصلكم إلى الخروج كل جميعكم. ربما أنت الآن تدافع على 200 عائلة أو على مشروع آني، أنا أدافع على مشروع مستقبلي لهذه المجموعات المسلحة وثوار بنغازي، على أن يكون لهم مشروع سياسي يستطيع به الدخول إلى السياسة الليبية. واضح سيد درويتي، وأحول هذه الملاحظة مباشرة إليك سيد بلعم. وهل يعني أيضا سيطرة على مصنع الإسمنت بالكامل وجميع بنغازي، يعني أو هذه المعطيات إلى أي مدى بات مجلس شورى ثوار بنغازي خارج معادلة الصراع في ظلها؟ أريد أن أرد قليلا على ما قال سيد رواتي، وأشعر أنه يحصر القضية في أنصار الشريعة والثوار، القضية أكبر من موضوع أنصار الشريعة وأكثر من الثوار، وهي ثورة مضادة. إذ كان لديك رؤية سياسية أو تحليل حقيقي، الآن نحن في موجد رؤية ثورة مضادة داخل مدينة بنغازي. تطلب مني الآن عندما يدخل حفتر على بيوتنا يحرقها ويدخل أهالينا بقوة أن نتبرأ من أنصار الشريعة من أجل حفتر، هذا لن ولم يكون أبدا من ثوار بنغازي. أنصار الشريعة كل أهل بنغازي يعرفون أنصار الشريعة، عدد ما يتجاوز 150 شخص، هتدمر مدينة بنغازي بالكامل على 150 شخص. تواصل معهم كثير من السياسيين قبل كرامة، وكان هناك أخذ ورد منهم، هم لديهم قناعات خاصة بهم، ولكن كانوا منفتشين وليسوا منغلقين على أنفسهم بحيث لا يقبلون آراء الناس التي تخالفهم. أنصار الشريعة قاموا بأكثر من عمل داخل مدينة بنغازي، يعرفون مثل تأمين مستشفى الجلاء، وكان لديهم بعض الأعمال التي يذكرها لهم الناس حتى وإن اختلفنا معهم، ولكن الآن لا نسلم ولا نتبرأ منهم أجل مشروع أكثر هذا الانقلاب الذي يوجد. نحن نتكلم عن بنغازي، إن يوجد فيها جيش عبارة عن مجموعة، هناك منهم من لديه توجه قبلي، هناك منهم من لديه رؤية سابقة أو علاقة سابقة بالأزلاف، هناك من فعلا كان يشارك معنا في الثورة، وهناك بعض الأهالي أو بعض الناس في مدينة بنغازي الذين اتحموا. سيد الحصادي، كيف ساهم إغلاق طريق بوضحاك في إضعاف مجلس شورى المجاهدين في درنة، وهل تتوقع أن يتطور الوضع أكثر في حال استمرار إغلاق الطريق؟ نعم بالتأكيد، هذا هو الشريان المتبقي الوحيد يعني الذي يعني يؤدي من درنة إلى المنطقة الشرقية، أو المنفذ الوحيد المتبقي لمرور الثوار منه والأهالي لمدينة طبرق ربما والمناطق المجاورة في الضفة الشرقية. الحقيقة يعني إغلاق هذا المنفذ بالتأكيد يعني يعرض الشباب للموت الحقيقي. يعني منطقة الفتايح هي منطقة حرب، هي يعني جبهة حقيقية لاشتباك الثوار ومجلس شورى مجاهدي مع تنظيم الدولة، الذي يعني من خلال يعني مصادر من داخل مدينة درنة وعن طريق المقدم مفتاح حمزة تحدث بأن العدد زاد من تنظيم الدولة في الفتايح. يعني زيادة العدد، من أين أتوا هؤلاء العناصر؟ وهناك تقارير أيضا تتحدث أن هناك 250 عنصر من تنظيم الدولة هو جاهز من أن يأتي من مدينة سرت لمدينة درنة. من يسمح لهؤلاء بالمرور ويمنع أهلنا من المرور من وادي الضحاك؟ نعم. هو الذي يعني يساهم في ازدياد المعاناة لأهالي المدينة وعدم دخول المساعدات وعدم مرور الجرحى والسفر للأهالي إلى خارج مدينة درنة. نعم. هو يعزز سيد معاناة المدينة.
سيد الروياتي، لو رجعنا لبنغازي وزير الدفاع المقترح هو طرف في القتال الدائري الآن، هل تقدم قوات الكرامة يعزز موقفه، مع العلم أن قوات الكرامة تعارض هذا الترشح بشكل علني أحيانا؟ أولا لو سمحت لي أريد أن أصحح معلومة ربما فهمني غلط السيد بلعب. نعم. وكان من يقول له أن يتنصر من أنصار الشريعة، بالعكس أنا أتكلم على داعش، أنا أنصار الشريعة أعتبرهم من التيارات، رغم أن ذا توجه سياسي إسلامي متشدد قليلا، ولكن من الإمكان استوعاب. أنا أتكلم على أن على أنصار الشريعة وبقية التوار الآخرين أن يشكلوا من نفسهم جسم سياسي وأن يتنصلوا من داعش وأن يتكلموا، لأنه بالإمكان احتوائهم ولأنهم عناصر ليبية فعلية. هذا هو التصريح الوحيد. أنا لا أتكلم على أنصار الشريعة، أنا من المقتنعين يا سيد أن أنصار الشريعة بالإمكان احتوائهم إذا أرادوا الاحتواء فعليا، أما إذا تصرفوا بعد ذلك فهناك إشكال آخر. ولذلك أقول أنك الآن أنت تخلق أزمة جديدة، إذا انتصر حفتر أو خرجتم أنتم من بنغازي أنصار الشريعة وبقية التوار ستتوغل داعش فعليا وستكون سلطان آخر. ولذلك عليكم الآن أنتم أن يكون لكم جسم سياسي بإمكانكم بالإمكان التوافق ولا التحدث مع الأطراف المعتدلة حتى المنتسبة لمجموعة الكرامة عن طريق أعيانكم وشيوخكم هناك للخروج من هذا المشهد البأساوي. هذا بالنسبة للتصحيح. نعم. لإجابة سؤالك السيد البرطي، الكل يعرف أن هناك إشكاليات بسيطة بينه وبين ربما أنه محسوب على فئة الكرامة، بينه وبين حفتر. وربما السيد بلعم يعلم ايضا ان السيد برتي حاول في فترات سابقه ان يحتوي بقيه الثوار كونه كان تايرا وممن خرج على القذافي بان الثوره، وهذا يعرفه السيد بلعم، وحاول في فتره زمنيه معينه واعتقد عن طريق وساطه من الجزائر لاحتواء ثوار بنغازي الاخرين الغير متشددين لاخراجهم من هذا المشهد المساوي كي لا يتصادم معه في القتال. ولذلك اعتقد ان البرتي هو الشخصيه المعتدله التي يمكن البناء عليها من داخل مدينة بنغازي والمنطقة الشرقية لإخراج حفتر حقيقة من المشهد، كونه أن أطماعه تتجاوز فكرة محاربة الإرهاب إلى ما هو أكثر. واضح 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 سيد الروياتي. وسيد بلعم، كان هناك حديث عن تواصل وزير الدفاع المقترح المهدي البرخثي مع قيادات في شورى ثوار بنغازي لإنهاء القتال. أولا، ما مدى صحة هذه الأخبار، وأين موقع وزير الدفاع المقترح من المعادلة الجديدة في بنغازي؟ نعم، مهدي الباو في الأحد يمكن أنه شارك فعلية في ثورة فبراير، وحتى أصيب في يده وكان يتقدم صفوف، وكان متواصل معنا في بداية الكرامة ومتواصل معنا إلى الآن ومتواصل مع كثير من الثوار الذين يعرفهم. لكن مهدي الباو في جر إلى القتال وأصبح خروجا من المعركة صعب. مهدي الباو عنده رشح اسمه لوزارة الدفاع، فالكثير من الثوار يثقون فيه ويرونه لم يعارضوا على ترشحه. من عارض على ترشح مهدي برغف هو حفتر، لأنه لا يريد أن يخرج القوة العسكرية من حفتر من يده من تحت يده، ويريد أن يضع هو كل هذه القوة التي توجد الآن في ليبيا تحت سيطرته. ونرى أنه هو يفعل قوات وميليشيات في الجنوب والغرب وفي الشمال حتى يحكم سيطرته على البلاد. أما ما مدى واضح. وبهذه الفكرة نصل معك سيد بلعم إلى ختام حلقة اليوم من خبر وبعد. إذن نشكر ضيوفنا عبر الأقمار الاصطناعية من طرابلس، كان معنا الإعلامي عبد الحميد الأحصادي، عبر الهاتف من مصراتة المحلل السياسي أحمد أروياتي، وعبر الهاتف من مصراتة أو عفوا من طرابلس أحد ثوار مدينة بنغازي زياد بلعم. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة وفي أمان الله.